مساء الخير ومساء النصر لمصر. ربنا يحفظ مصر أرضا وشعبا وقيادة محروسة كانت وما زالت وستظل بلدي. وأهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا كالعادة من طريقي مع ضيف أكثر تميز في مجاله. تميز حلقة النهاردة لأنها نعتبرها رحلة في رحاب العلم والعلماء. هنتكلم بحجم وقيمة وقامة ضيف اللي مشرفنا النهاردة. بنتكلم مع قامة علمية كبيرة شغله الشاغل هو الوصول إلى الجديد في مجال تخصصه لعله ينفع نفسه ومجتمعه ووطنه. بلا مجاملة لشخص الكريم تسأل عنه بحكم المنصب الحالي هو رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. في كده حاجة طريفة لذيذة، تسأل عن الدكتور طارق سليمان الصبح فيدوخ خط سير تاني في مكان ميداني، فشغل اللي هو بيعشق ان المسؤولية تكليف وتشريف وليست مواسم ولا مواسم. قناعات ضيفي عن النجاح ان النجاح ملهوش اسرار بقدر من هو ليه او طالب اصرار على النجاح، ان عايز ينجح هينجح في مجاله. بنتكلم كمان مع ضيف حضر أكثر من 75 مؤتمر علمي وبحثي داخل محلي أو خارج مصر، فده رحلة بحث عن كل ما هو جديد ومفيد زي ما احنا قلنا في مجال تخصصه. أكثر من 100 مقالة علمية وبحث علمي كمان، فده بيضيف وبيديله ثقل على المستوى الشخصي. بالنسبة للمستوى المهني والإداري فبلا مجاملة لشخص الكريم هو إداري موهوب ومحبوب، حابب ان هو يسيب بصمة في المكان اللي هو خاصة ان المجال ومسؤوليته حاليا الان هي رمانة الميزان بالنسبة للثروة الداجنة والحيوانية في مصر. يعني ممكن المعادلة بتختلف لو اختل هذا المكان، ممكن تلاقي سعر كيلو اللحمة لو ما كانش في تواصل مع العلماء والباحثين في هذا المجال وهذا الشأن من استيراد وتصدير وتنمية الثروة الحيوانية، حتى من اسمها كده قطاع تنمية الثروة الحيوانية، ممكن تلاقي الكيلو وصل 300 و400 جنيه بلا مبالغة حقيقي بالنسبة للأبحاث والتطورات والاستيراد اللحوم من الخارج وتنمية الثروة الحيوانية الداخل والمشروعات القومية كمان اللي بتبنى أنها فخامة الرئيس وتوجهاته. مشروع البتوليو الأخير اللي احنا شفنا فيه طفرة. هنسأل ضيفي الكريم بحكم التخصص بجانب الجزء هام على رحلة حياته وكفاحه ونجاحه وصولا إلى طريقه، هنسأله كمان على إزاي يتم الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة في مصر وحلم التصدير. يعني ممكن نيجي في يوم من الأيام نصدر بره كمان تبع الثروة الداجنة ولا لا؟ الجديد مشروع ترقيم الماشية. كمان كل الأسئلة اللي جاتت على صفحة البرنامج وصفحتنا الخاصة وصفحة القناة هنجاوب عليها باستفاضة، لأن عهدنا على ضيفي الكريم الجراءة والقوة نلحق نستثمر وجود هذا العالم المصري الوطني المخلص القيمة والقامة دكتور أستاذ دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. اهلا بك يا دكتور وشرف وضيف وجودك معنا. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، كل عام وحضراتكم مصر كل خير، ومتشكر جدا جدا على الكلمات الطيبه العظيمه اللي حضرتك قلتها، وربنا يجعلنا دايما نحن قدر المسؤوليه وعند حسن الظن ان شاء الله كوزاره بالكامل، مش بس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه. يمكن معظم المحاور اللي حضرتك قلتها ديت لان في دوله على رأسها فخامة رئيس بيتبنى المشروعات القومية، في وزارة زراعة على رأسها معالي الوزير وسيد نائب وزير بيعشق المشروعات القومية وقد إيه الخدمة الوطنية أو الخدمة الميدانية اللي احنا بنعملها للمجتمع. هو جزء طريقي طبعا نرجع لشخصك الكريم، ابتداء من دخولك العريقة وكلية الحياة وزارة الزراعة، ماجستير الدكتوراه، ثم حضرتك حابب تسترسل وتحكيه. ولكن أنا عايز أسأل سؤال جانا كتير والله، هو ليه كل ما حد يروح الصبح يخبط على مكتب حضرتك يدوله خط سير موازي لخط السير اللي حضرتك موجود فيه، إن دايما عاشق للشغل الميداني بره بقى؟ والله بجد انا بكلمك ده السؤال جانا كده حرفيا، يعني اللي هو بدعوات الناس دايما بيقولوا الراجل ده موجود في موجود في المزارع والحقول والاماكن الميدانيه 24 ساعه، فربنا يعني يجازيه خير. يعني هو يمكن حضرتك اتعودنا كده من ساعه الدراسه في الكليه، ان الدراسه في كليات الزراعه بالتحديد بتبقى دراسه حقليه وميدانيه اكتر منها دراسه نظريه. صحيح. اتعودنا بصراحة مع معالي الوزير ان برضو دايما بتكون متواجد في اماكن الصناعة اين كانت، سواء كان انتاج دجين او حيوان او البان او بتلو، لدراسة المشكلات على ارض الواقع. صحيح. دراسة المشكلة على ارض الواقع بتقدر تشوف لها الحل المناسب والسريع فيما ده
قبل ان تتفاقم المشكله. صحيح. يمكن الحمد لله ده يعني المبدا اللي احنا شغالين بيه في القطاع وفي الوزاره كلها، انك انت بتستبق قبل المشكله فانت بتدرسها. صحيح. حتى ما بنسميهاش مشكله، بنشوف المعوقات الممكن تواجه. ربنا يكتب لك النجاح والخير ان شاء الله تعالى. هرجع لدخولك كليه الزراعه، كنت يعني لعبه قدر ولا مجبر اخاك لبطل، ولا كنت حابب وكنت عايز تدخل كليه الزراعه؟ لا الحمد لله انا كنت حابب فعلا كليه الزراعه، وحابب كمان التخصص اللي انا تخصصت فيه اللي هو الانتاج الحيواني. انا يعني زي ما بتقول انا منشن عليه يمكن من بداياتي كمان من المراحل الاعداديه والثانويه العامه، وانا انتوي هذه الدراسه والحمد لله ربنا وفقني فيها الحمد لله. لان انا في فرق ان انا بحب قوي الحاجه اللي انا بعملها او ان انا مجبر عليها الحمد لله. صحيح. بدايه التعيين كان فين بقى؟ في معهد بحوث الانتاج الحيواني، صحيح؟ في بدايه التعيين كباحث في معهد بحوث الانتاج الحيواني، وتدرجت بقى فيه من مساعد باحث لباحث مساعد وباحث ثم طب نتكلم بقى على التخصص وعلى رحله الماجستير ثم الدكتوراه، وكان عنوانها ايه واضافت ليه؟ لان دايما معظم الابحاث الزراعيه ابحاث تطبيقيه. تمام. فاتفعل ده ازاي يعني؟ هو كان دايما الهدف حضرتك ان تبقى في مشكله ويتم دراسه المشكله، ثم بناء عليها بيتم تصميم البحث او التجربه او الرساله لحل هذه المشكله. ويمكن كتير قوي من ابحاثي كانت في القطاع الخاص، والقطاع الخاص بيبقى اكيد بيختلف كتير قوي عن ان انا اعمل ابحاث في الجامعه او في المركز. صحيح. البحثي. لان قد تكون الجامعه مزارع الجامعه او مزارع المراكز البحثيه ان هي بيبقى فيها عمليات رعائيه افضل وعمليات اداريه افضل، ولكن علشان تحاكي الواقع كان لازم بيكون في القطاع الخاص. وده بصراحه كان نهج انتهجته وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه. ان بنميل الى الدراسه الحقليه الميدانيه، ويمكن معظم ابحاثي كانت فعلا بدراسه واقع موجود. يمكن مثلا لاول مره احنا الحمد لله كنا بنكتشف الاراك او السواك، وبنشوف قد ايه وابتدى العالم كله بيستخدمه دلوقتي. الأراك هو كان معروف لفترة بسيطة أنه هو مجرد سنة نبوية أو بيستخدم لتنظيف الأسنان، ولكن يمكن في دراسة سريعة جدا جبنا طبقين زجاجيين، طبقين بتري، وحطينا في طبق زجاجي نقطة لعاب لنفس الشخص، قسمناها جزئين لعاب لنفس الشخص في الطبقين. طبق حطينا فيه أغلى أنواع معجون الأسنان، وطبق تاني حطينا فيه كمية أو كتلة مساوية للأراك، ثم بعد 24 ساعة في درجة حرارة التحضير أو درجة حرارة بتساوي فم الإنسان، لقينا معجون الأسنان عليه كم من المستعمرات البكتيرية، والأراك خالي تماما من أي خلية بكتيرية. ده باختصار الموضوع كان يعني خد عدة إجراءات وأبحاث، وبناء عليه ابتدينا ندخل الأراك في أبحاثنا العلمية، سواء بقى كانت في تغذية الحيوان أو سواء كنا بناخد المستخلص بتاعه وبنضيفه لمخفف السائل المنوي، قد إيه زاد من الخصوبة وعلى من المقدرة الإخصابية للسائل المنوي، على المناعة وعلى الهضم وعلى الامتصاص. باختصار برضو احنا لقينا إن مادة الأراك ديت فيها 22 مادة، مش مجرد تنظيف أسنان، لكن ده هي مضاد فيروس ومضاد بكتيري ومضاد فطري ومضاد حيوي، بيزود معدلات الهضم والامتصاص والخصوبة وبيرفع المناعة، بيظبط وظائف الجسم. طيب احنا بقى نقدر نصنعهم؟ احنا عرفنا مكوناته، فلقينا لسه في تقريبا 22 مادة سموها النون ماتيريالز أو مواد غير معروفة. فسبحان الله دايما كل توصيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه دايما بتثبت جدواها طبعا. اكيد. ودوت يمكن كانت بداية ان احنا بدينا نشتغل والله. بقى مع المواد الطبيعية والاعشاب الطبيعية، ويمكن اشتغلنا برضو نفس الكلام مع الحبة السوداء، اشتغلنا مع الجينسنج، وابتدينا حتى كمان شفنا مثلا لبن الابل اللي احنا نستخدمه كمخفف للحيوان المنوي للسائل المنوي، وطلعنا بالفعل ابحاث عظيمه في هذا المجال، وتم نشرها دوليا ورقه استحسان، وبالفعل الحمد لله يمكن بيتم تطبيقها عالميا مش بس في مصر. عشان كده رساله ماجستير بتاع حضرتك والدكتوراه عن التلقيح الصناعي، التلقيح الاصطناعي. الاصطناعي يمكن برضه في خطوط عريضه، يعني هو فيما معناه ايه بقى؟ التلقيح الاصطناعي هو بتجمع السائل المنوي من الذكور وبيتلقح بيه للناس اصطناعي.
فبالتالي الذكر يعني لما نتكلم مثلا في الثدييات الذكر اللي هو ممكن يلقح طبيعي انثى واحده، لا باصطناعيا ممكن يلقح عشرات الفايده عشرات الاناث. وطبعا كمان انك انت بتاخد السائل المنوي وبتدرسه وبتفحصه وبتشوف الكفاءه والمقدره الاقصابيه بتاعته، ثم بتبقى واثق من الخصوبه بتاعته. يمكن كمان برضو لاول مره بيتم اكتشاف ان في باختصار وعجاله في ما يعرف بالجل سائل المنوي لبعض الانواع او بعض الفصائل. في حاجه اسمها جل. الجل دوت سبحان الله كان يستبعد تماما من اي ابحاث او من اي دراسات او من اي حتى عمل تطبيقي، كان يستبعد تماما، ولكن بدراسته وتحليله تبين ان هو يحتوي على نفس الانزيمين اللي موجودين في الدم، ولكن بيعمل بعكس الدم. يعني الدم جوه الجسم سائل، بره الجسم متجلط. الجل سبحان الله بيتجلط جوه الجسم، ودوت كان فايدته انه بيعمل زي السدادة او يعني يمنع رجوع تاني السائل المنوي لبره. وبالتالي باستخدام الجل دوت احنا الجرعة اللي كانت بتكفي خمس اناث بقينا بنعمل بيها اربع اضعاف، يعني 20 انثى تقريبا. هرجع على سبيل المثال في كمان مثلا لاول مره برضو بنشتغل يمكن مع فريق من كلية الطب البشري، وكان استاذنا العالم الجليل الدكتور سمير الملا استاذ المخ والاعصاب، وان احنا بنشوف تأثير الملوثات أو الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتنبعث من الموبايل على الإنسان وعلى المخ. يمكن دلوقتي الموبايلات أحدث من أول ما طلعت، فلقينا إن الحد الأقصى علشان أنا أستخدم الموبايل 3 دقايق. يمكن دي بدايتها كانت المشكلة. المشكلة فعلا كانت مزرعة وتعاني من مشكلات متعلقة بالخصوبة وبالمناعة فنيجي ندرس اي ملوثات بكتيريه، اي عوامل فيروسيه، اي سموم فطريه ما فيش خالص تماما، والرعايه تمام ماشيه زي ما بيقول الكتاب. ولكن بمحض الصدفه ابتدينا شكلنا فريق بحثي من كليات الطب البشري والزراعه والصيدله. فالمهم وصلنا في الاخر ان فعلا الاشعه الكهرومغناطيسيه ديت هي ليها اثر سيء وضار جدا. يمكن وصلنا وكانت التوصيه بتاعتنا ان بعد 3 دقائق المفروض انك انت تقفل السك او ما تسترسلش في المكالمات. بس وكده يعني بالبلدي كده مش هتكلم حد في الثلاث دقايق ده، احنا الثلاث دقايق يا دكتور بناخدهم يعني سلامات. يعني حضرتك حقيقه في الثلاث دقايق سلامات برضه، اللي هي سلام سلام سلام، واحنا خلاص قلنا بقى فعلا. عشان كده فعلا صحيح. دي توصيات، وزي ما بقول لحضرتك بتفرق في حاجات كتير. طبعا بتفرق طبعا في المناعه، بتفرق في الصداع، بتفرق في معدلات هضم ومعدلات امتصاص، بتاثر على وظائف الجسم وجنعا. كمان يمكن حضرتك احنا عارفين ان السائل المنوي اللي بيتم استخدامه في التلقيح الاصطناعي في نوع بيبقى بنسميه سكسد سيمن، او السائل المنوي دوت ينتج لي ذكور او ينتج اناث. لما بنتكلم على المزارع الارانب يمكن السائل المنوي علشان ينفصل الى مجموعه مسؤوله عن انتاج اناث ومجموعه مسؤوله عن انتاج ذكور، دي بتتم عمليا بطرق معقده او طرق علميه لحد ما، وتحتاج الى العديد من الاجهزه والوسائل. ولكن طيب المزارع البسيط والمربي البسيط وست البيت البسيطه اللي عندها عدد بسيط من الارانب ومحتاجه ان هي تنتج عدد اكتر من الذكور او عدد اكتر من الاناث، فبرضه وصلنا لطريقه الحمد لله ان هي النسبه الجنسيه المعروفه البطن بتبقى نصها اناث ونصها ذكور. ولكن الحمد لله ببعض الوسائل البسيطه جدا اللي ممكن المربي يطبقها في بيته قدرنا ان احنا نتغلب على كده ونشوف لو هذا الرجل بيربي او المربي البسيط الصغير بيربي علشان ينتج لحم، فده بيكون هدفه الحصول على عدد ذكور اكثر، ففي وسيله او ممكن ينتج لحم ان شاء الله. ولو هدفه ان هو ينتج سلالات علشان التربيه، فهنا بيكون المستهدف انتاج اناث اكثر، فبرضه بوسائل سريعة الحمد لله وصلنا لكده. ربنا برضه أكرر تاني، والله الواحد بيبقى مبسوط لما العلم ده بيترجم، بيبقى أبحاث تطبيقية وتترجم في صورة استفادة مباشرة كمان، زي ما حضرتك بتقول مثلا المربي الصغير أو البسيط في البيت يقدر يستفيد من ده ويعظم الفايدة. هرجع للقطاع
العريق اللي حضرتك بترأسه، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، ده قطاع على كاهل السواعد الموجودة مع شخصك الكريم أعباء كتيرة، لأن هو مرتبط ارتباط مباشر ما بين المزارع والمربي والفلاح واستيراد وتصدير. وإحنا عايزين نقول في خطوط عريضة كده ماذا يقدم إلى عظماء مصر المربيين والفلاحين والمزارعين هذا القطاع. طيب طالما بنتكلم على عظماء مصر من المربيين والمنتجين، خليني أوجه لهم من خلال منبر حضرتك الإعلامي العظيم كل الشكر والتحية والتقدير. في لو احنا شفنا بداية جائحة كورونا في مارس وابريل 2020، ومعالي وزير الزراعة لما نادى الشعب العظيم بعدم التزاحم والتكالب على المنافذ التسويقية، لأن وزارة الزراعة مسؤولة عن توفير الغذاء عموما للشعب، وخاصة يمكن البروتين الحيواني بمصادر المتعددة والمتنوعة والمختلفة. عايز أقول لحضرتك أن مش بس المربيين والمنتجين العظماء حافظوا على الإنتاج بتاعهم، لكن لا ده زودوا كمان من الإنتاج. بمعنى إحنا في مطلع يناير 2020، ومن خلال الحصر الدقيق للثروة الحيوانية، ودي كانت بدايات وأهم الملفات اللي اتعامل معاها معالي وزير الزراعة والسيد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والدجنة، هو حصر دقيق وعمل خريطة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية. فكان توقعاتنا وتنبؤاتنا إن اكتفائنا الذاتي وانتاجنا من اللحوم الحمراء يغطينا 52%، وعلينا بالتالي استيراد 48% من الخارج في صورة سواء رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة ومصنعة. بنهاية العام الحمد لله، رغم ما واجه العالم وواجه مصر من كورونا، الحمد لله ان انتاجنا زاد الى 58% وقلت وارداتنا من الخارج الى 42%. ده بصراحة بيدل تحويل على تكاتف المحنة الى منحة. بالظبط دوت اللي حصل، وده مش بعيد ومش غريب ومش جديد علينا احنا كمصريين. صحيح. وعلى الشعب المصري بوجه عام. لما نتكلم على المشروع القومي للبتلو، يمكن هنقول في بداية 17 كان القرار 72 لسنة 17 بمنع ذبح البتلو. البتلو هو حيوان أو عجل بيتم ذبحه على وزن أقل من 100 كيلو جرام. نسبة التصافي بتكون أقل من 50%. كمية اللحوم اللي بتطلع صافية بعد استبعاد العظام بتبقى 30 كيلو جرام من الرأس الواحد. ده مش مجزي خالص. بقرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح البتلو والتسمين إلى 400 كيلو جرام على الأقل أصبحت نفس الرأس. اللي صحيح. كانت بتديني فقط 30 كيلو جرام. صحيح. لا دلوقتي بتديني 240-250 كيلو جرام على الأقل. صحيح. يعني 7-8 أضعاف كمية اللحوم اللي بجيبها. يمكن بدأ المشروع القومي للبتلو سنة 2017. طبعا هو كان المربي بيذبح لأنه يا إما معهوش فلوس يغذي، يا إما محتاج فلوس تمن رأس الرؤوس اللي عنده عايز يبيع. فكان تشكيل مجلس إدارة للمشروع القومي للبتلو، وتم التمويل والإقراض ب 5% بفايدة بسيطة متناقصة طبقا لمبادرة البنك المركزي. بدأ سنة 2017 ب 100 مليون، سنة 18 و 19 تم إضافة 400 مليون مبلغ مخصص، سنة 20 وحدها تم إضافة 3 مليار و 600 مليون، سنة 21 تم إضافة تاني مبلغ للمشروع القومي للبتلو مليار. النهاردة احنا بنتكلم في 5 مليار و100 مليون. استفاد منها لغاية وقتنا هذا أكتر من 30,000 مستفيد من شباب الخريجين. صحيح. ومن صغار المربيين والسيدات، ولتربية وتسمين ما يزيد عن 330,000 رأس بقيمة تمويل 4 مليار و900 مليون جنيه. يعني تقييم حضرتك من الفترة من 2017 لحد 21 حضرتك راضي عنه، يعني فاحنا كده ماشيين على خطة ثابتة. لا خليني أقول أنا يعني الحمد لله هو ماشي مع الاستراتيجية المعمولة. تمام. ولكن احنا تعودنا على كده، لو أنا رضيت هكتفي. فأنا لازم بحس إن أنا عندي مشكلة. صحيح. ولازم بحس إن أنا عندي حتى دي عايز أكمل. طبعا. لكن احنا ماشيين مع اللي هو عدم الرضا المشروع. بالظبط كده. لكن لو وصلنا للرضا دي هتبقى يعني نرضى عن حياتنا، ماشي نرضى. صحيح. عن وظيفتنا، نرضى عن حاجات كتير. لكن ما حققته من أهداف في الوظيفة ما ينفعش إن أنا أرضى مهما وصلنا له ما نرضاش. صحيح. طبعا يمكن المشروع القومي اللي بتقوله كان بيتكلم في المحلي، انبثق من تحتيه كمان البروتوكول الرباعي تم تفعيله في 2020 ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،
وكمان تم عقد بروتوكول ثلاثي ما بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري في أكتوبر 2020. الهدف من البروتوكولات دي هو تدبير وتوفير عجول مستوردة محسنة ورصية سريعة النمو لصغار المربين والمزارع المزمنة. هنا بتبقى دورة التسميد قصيرة من 6 إلى 8 شهور، وبالتالي الفايدة على القرض يمكن من 2.5 إلى 3.25% على حسب عدد الشهور اللي بيربيها المربي، لأن هنا معدلات النمو سريعة. ودوت بالفعل حقق الحمد لله معدلات أداء أفضل. وهنا قيمة مضافة، احنا بنجيب طبعا الجهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز زي وزارة الزراعة بالضبط، لا يهدف إلى الربح على الإطلاق، ولكنهم شركاء في توفير الأمن الغذائي للشعب الكريم، وبيتم هنا الاستيراد طبقا لكافة ضوابط واشتراطات ومعايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بيتم حجر هذه العجول والحيوانات في محاجر خاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويتم تحصينها بكافة التحصينات اللازمة والواجبة، ثم بعد كده بيتم نشرها على صغار المربين والمزارع النظامية. خليني أقول لحضرتك الحمد لله إن يمكن نسبة الاسترداد، نسبة استرداد القرض وصل ل 100% الحمد لله. ده بصراحة بيدل على طبعا وعي الإخوة المستفيدين صح يعني ووعي الإخوة المستفيدين والمربيين دلوقتي اختلف كتير قوي، إن هو بيوجه القرض وبيوجه التمويل في مخصص من أجله، ما بيعملش بيه حاجة تانية. وكمان في تكثيف المتابعات من قبل وزارة الزراعة، سواء كان جهاز قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية. متابعات هنا اللي احنا كتفنا بيبقى في كتف المستفيد على طول، ان احنا بندرس مشكلاته على ارض الواقع، بنحط الحلول العمليه والعلميه والتطبيقيه السليمه والسريعه. دي تعليمات بصراحه معالي الوزير والسيد النائب. وهنا المشكله زي ما اتفقنا طالما في بدايتها بتبقى بسيطه جدا جدا جدا، لكن لو سبناها بتتفاقم وبتبقى عويص. في اشكاليه ثانيه دكتور اللي هو ترخيص المزارع، جراتها بتبدا من عند حضرتك في القطاع؟ احنا لما نتكلم لغايه سنه 2017 لغايه مايو تقريبا 2017 عشان يتم التقنين يعني بوضع تاني حقيقي، ممكن حد ياخد قرض حد هو اللي حضرتك متابعه لغايه 2017 كان، او لغايه منتصف 2017 كان جمله عدد تراخيص تشغيل كافه انشطه ومشروعات الثروه الحيوانيه والدجانه والعلفيه لا يتعدى 1500 ترخيص. طب مش رقم خالص. النهارده احنا بنتكلم تخطينا ال 75,000 ترخيص. بصراحة تم تسهيل وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل. مش معنى اللي احنا بسطنا إجراءات تراخيص التشغيل اللي احنا تغاضينا عن كافة معايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي سواء كان داخل هذه الأنشطة أو حولها، لكن اهتمنا بها جدا. طب احنا بنهتم بكافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي داخل هذه الأنشطة وحولها، يبقى بطريقة مباشرة وغير مباشرة بنرفع من كفاءة هذه المنشآت وبنرفع من معدلات أداء اللي جواها سواء كانت دواجن أو طيور أو ثروة حيوانية. فبالتالي ترخيص التشغيل وإجراءاتها بسيطة جدا، أبسط مما يتصور أي من السادة المربيين واللي اتعامل معانا عارفها. مجرد أن هو بيتقدم بتنزل له لجنة فورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في آن واحد في نفس الوقت، وبيعملوا محضر بالوضع ان احنا بنستوثق من ان الامن والامان الحيوي مناسب وقابل للحصول على ترخيص سنة بياخده في خلال يومين ثلاث مش كتير. لو عنده بعض المشكلات المتعلقة ببعض المناحي الخاصة بانه يعمل جزء معين علشان يغطي لي جزء متعلق بالامن والامان الحيوي بينبع لي بكده وبيعمله وبيتم اصدار الترخيص فقط. اول خطوه بيبدا من عند حضرتك. طب ومشاهدينا مثلا او اهالينا في الاقاليم بيبدا برضو من عند حضرتك ولا في مكان تاني مثلا في مديريه الزراعه او في القطاع عندك؟ اداره زراعيه منه. تمام. اقرب اداره زراعيه، دول تقريبا اكثر من 350 اداره على مستوى الجمهوريه. اقرب مديريه زراعه لي. طلب أو ترخيص التعامل على طول طلب ترخيص زي ما قلت لحضرتك. طب التكلفة حضرتك قلت لي إجراءاتها بقت ميسرة، التكلفة بسيطة جدا جدا، ويمكن كمان معالي الوزير للتبسيط والتيسير على صغار المربين، قال إن صغار المربين بيتم إصدار ليهم ما يسمى ب مش تصريح ترخيص تشغيل، تصريح مزاولة نشاط. تصريح مزاولة النشاط بيبقى في حدود 100 جنيه على الأكثر، وبيتم إصداره فقط.
كمان من ضمن التبسيطات والتيسيرات اللي وجه بيها معالي الوزير وهو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة المشروع القومي للبيتيلو، الإخوة المتقدمين للاستفادة من المشروع القومي للبيتيلو يعفى، صغار المربين يعفى من إلزامهم بترخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، ولكن فقط يكتفى بمعاينة ثلاثية من قبل البنك الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، علشان بس نستوثق ونتأكد أن عنده مكان مناسب للتربية والتسمية، لأن التقنين ده في صالح الجميع طبعا، حضرتك كمسؤول وهيئة بالزبط. طبعا بالمتابعة والدورية تماما والإشراف يبقى من خلال حضرتك، وهو ممكن يستفيد الحصول ممكن على قروض كمان، بيستفاد بالخدمات البيطرية اللي ممكن تقدم له. أنا بقى كمواطن، خلينا نقول لحضرتك كمان دي أثرت في إيه وسمعت فيه. اتفضل. يمكن إحنا متابعين بقالنا يمكن سنتين الحمد لله في قد إيه استقرار في سواء كانت الكميات المعروضة من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، سواء كانت لحوم أو دواجن أو ألبان أو بيض، وفي ثبات تقريبا في أسعار. يمكن دوت بيرجع قبل كده من فترات، يعني كان بيتم يمكن الاستيراد عشوائي وكان ممكن يتم إغراق للأسواق، لكن دلوقتي طالما أنت عندك قواعد بيانات سليمة ودقيقة وبناء عليها بتقدر تعرف انت محتاج ايه بالظبط يخش البلاد. صحيح. ومحتاج ايه بالظبط ممكن نصدر. صحيح. والحمد لله هنا بقى في ثبات، ويمكن بنقول دايما ما بيتمش استيراد لا دجاجة واحدة ولا حيوان واحد ولا كيلو واحد من اللحوم الا طبقا لاحتياجاتنا وبناء على الدراسات وقواعد البيانات اللي عندنا، والحمد لله ديت اللي عاملة استقرار في الاسعار وفي صحيح. الكميات المتاحة. الثروة الداجنة ممكن فعلا نيجي في يوم من الايام زي ما حضرتك بتقول، بما ان الكنترول او المفتاح في ايد الهيئة، ممكن نصدر، ممكن نعمل عندنا. خلينا في الاول في الاكتفاء الذاتي، لان هي واصحاب برضو المزارع خصوصا صغار المربيين بالنسبة للثروة الداجنة، الصراحة كتير بنسمع شكواهم بيعاني، وخصوصا اللي هو مش مقنن او مش تحت اشراف او عاملها مثلا بطريقة عشوائية، العنابر المفتوحة اللي عايز احولها لعنابر مغلقة ازاي يستفيد من ده. فانا بستثمر وجود حضرتك معانا، يعني تحكي لهم القصه الحدوته ممكن تبدا ازاي من تحويل عنابر، ازاي يستفيد من القطاع. طيب. لو في برضه تيسيرات تاني ماديه او طب الثروه الداجنه، يمكن من اجل صغار المربيين بالتحديد تم عقد بروتوكول او بروتوكولات ما بين وزاره الزراعه وما بين البنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لاخوه صغار مربي الدواجن لرفع كفاءه عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح الى نظام التربيه المغلق. وتم التنسيق ما بين معالي وزير الزراعه ومعالي محافظ البنك المركزي لاستثناء صغار مربي الدواجن من الشكل والشرط القانوني للتمويل والاقراض، وتم إدراج مشروعات الثروة الداجنة ضمن مبادرة البنك المركزي 5%. طب أنا لما بحول من نظام تربية مفتوح إلى نظام تربية مغلق، في العديد من الآثار المترتبة الإيجابية. صحيح. في تقليل لمصروفات التشغيل. صحيح. في زيادة العائد وتحسين العائد الاقتصادي، في زيادة الانتاجية. يعني لما بقول باختصار في نظام التربية المفتوح إن أنا ممكن بربي في السنة كلها 3-4 دورات، لكن في نظام التربية المغلق بصل إلى 8 دورات، وبكده ضعف. صحيح. عدد الدورات المربعة في السنة. في نظام التربية المفتوح بربي في المتر الواحد ما لا يزيد عن 10 طائر لكل متر مربع. في نظام التربية المغلق ممكن أربي 20 طائر في المتر المربع، يبقى كده ضعف عدد الطيور المربعة في وحدة المساحة. ناهيك بقى عن نسبة النفوق. نسبة النفوق اللي هي في نظام التربية المفتوح ممكن تصل إلى 25-40% طبقا للظروف البيئية الخارجية. صحيح. والأجواء المحيطة، لكن في نظام التربية المغلق بيكون في معزل عن الظروف الخارجية، وبيتم تكييف البيئة الداخلية داخل العنبر بما يتناسب مع الطائر. معدل التحويل بيختلف. المعدل أي النفوق بيختلف. الأمراض بيختلف. صحيح. كل دوت في النظام المغلق، وزي ما قلت لحضرتك 5% ولا حاجة. ممكن لو اتكلمنا من عدة سنوات اللي كان بيدخل البنك يقول له أنا شغال في صناعة الدواجن وعايز قرض، كان يعني بياخد ده كان بياخد على رقم. لا ده كان بياخد بيعتبروه بقى يعني عارف راجل عمال يعني تاجر. لكن دلوقتي 5% ولا حاجة، وبيسددها من خلال زيادة 4. الحاجة التانية عايز أقول لحضرتك إن يمكن الحمد لله إحنا على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من بدارة التسمين الثروة الداجنة. الحمد لله البيض المائدة احنا محققين الاكتفاء الذاتي منه.
يمكن فخامة الرئيس كان في القرار الجمهوري 139 لسنة 2020 وفي القرار الجمهوري 94 لسنة 21 بتخصيص أماكن في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني بعيدا عن الوادي والدلتا. يمكن لأول مرة بعد انقطاع دم أكثر من 14 سنة في يونيو 2020 تم اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقا لقواعد وضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وهنا تقدر تصدر الحمد لله بسهولة ما يزيد عن انتاجاتك من الانتاج الداجني. والحمد لله على فكرة مصر متميزة جدا في انتاج الداجني. يمكن في مزارع تحقق الكتالوج السلالة وافضل منه كمان. يمكن برضو وضعنا الجغرافيا ومكانتنا الجغرافية بتسهل لينا من التصدير عبر العديد من الدول، وبالفعل الحمد لله تم تصدير العديد من يمكن دواجن الكتاكيت عمر يوم سواء كان التسمين او بياض. تم تصدير بيض تفريخ تسمين او بياض لاول مره بعد يمكن من 2006 ما حصلتش. تم تصدير كميات من بيض المائده ومن المنتجات الداجنه الاخرى كمان. يمكن القرار الوزاري 220 لسنة 2020 اللي هو بوجوب الإشراف البيطري على كافة أنشطة الثروة الداجنة والحيوانية دوت ظبط رمانة الميزان شوية زي ما بنقول. أصبح في فوكال بوينت بالنسبة لك، في عين لحضرتك جوه المزارع والعنابر بالكامل. يمكن دوت أي مشكلة على سبيل الصورة وعلى وجه الصورة بيبتدي يتعامل معاه، وبيبتدي على طول بيبلغنا، بيبلغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بيبلغ قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودي أكيد في صالح المربي وفي صالح الصناعة. وده التكامل اللي احنا كنا دايما بنناشد وبنطالب بيه، اللي هو تكامل ما بين المربي أو رجل أعمال أو صاحب المصلحة نفسها ما بين المسؤول التنفيذي، يبقى في تواصل كمان دايما. بالظبط. فهروح من مشروع قومي لمشروع قومي تاني، من مشروع قومي البتلو ثم الثروة الداجنة. وحضرتك بتكلم باستبشار كده إن دايما في ظهر خصوصا صغار المربيين. نروح لمراكز تجميع الألبان، مشروع قومي وفرض نفسه. عايزين برضه نوصل نعرف احنا وصلنا لحد فين، وفي مطروح تاني، في طرح تاني كمان ممكن متاح مثلا في بعض المحافظات هنفتح فيها تاني. واللي عايز يستفيد يروح لمين ويعمل ايه؟ طيب احنا بنقول مراكز تجميع الالبان هي المنافذ التسويقيه للصغار مربي ماشية اللبن ومنتجين الالبان، اللي هم تقريبا بيمتلكون من 60 ل 80% من جمله ما لدينا من ثروه حيوانيه. صحيح. وبالتالي الاهتمام بمراكز تجميع الالبان هو اهتمام بالثروه الحيوانيه واهتمام بالصغار مربي ماشية اللبن. الحصر الدقيق اللي تم في مطلع 2020 اللي قلت لحضرتك عليه واللي تبناه معالي الوزير والسيد نائب الوزير في بدايه 2020، مع تبين ان احنا فقط لدينا 826 مركز لتجميع الالبان على مستوى الجمهوريه منتشرين في 14 محافظه فقط. طيب من هنا كان بدايه صدور القرار الوزاري 94 لسنه 2020 المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية. صح. وسلامة الغذاء. احنا حضرتك الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي في ألبان الشرب الطازجة، يمكن ونصدر كمان ما يزيد عن احتياجاتنا في صورة صناعات لبنية. صح. فخامة الرئيس شفنا الاهتمام الغير مسبوق لفخامة الرئيس لمشروع مراكز تجميع الألبان، بل كمان اعتبره مشروع قومي، المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان. وشفنا فخامة الرئيس والقيادة السياسية ان هو وجه بتحمل الدولة قيمة الحصول واصدار شهادة الاعتماد الدولية الهصب، وديت بتصل الى 50,000 جنيه لكل مركز تم تطويره. ده تشجيع لاصحاب مراكز تجميع الألبان. صحيح. لأول مرة بيتم عقد، طبعا تم عقد بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الممولة متمثلة في البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتنظيم آليات وضبط آليات العمل في المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان. لأول مرة بقى بيتم تصنيع آلات ومعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان صناعة وطنية 100% طبقا للمواصفات القياسية بجودة أعلى بسعر أفضل، فترة ضمان بتمتد إلى 10 و20 سنة في بعض الأجهزة. تم موافقة البنك الزراعي على مد أجل سداد القرض إلى 8 سنين بدلا من 5 سنين. تم التنسيق ما بين معالي وزير الزراعة ومعالي محافظ البنك المركزي أيضا على
إدراج مراكز تجميل ألبان طبعا ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، وتم استثناء أصحاب مراكز تجميل ألبان من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإقراض. الاهتمام بمراكز تجميع ألبان كان بيسبقه ولابد أن يسبقه اهتمام بعدة قطاعات ويترتب عليه أثار إيجابية عديدة. بيسبقه الاهتمام بالتوعية والدور التوعوي والإرشادي لصغار مربي ماشية اللبن. بيسبقه اهتمام بالأخذ الفحوصات البيطرية والصحية والطبية لمشية اللبن وعمل الفحوصات اللازمة وأخذ المساحات والعينات والتحاليل للاستوصاق والتأكد من وجود حيوانات منتجة للبن خالية من أمراض ومسبباتها. بيسبقه اهتمام باستيراد سلالات سواء كانت متخصصة في إنتاج اللبن للمزارع النظامية أو متخصصة ثنائية الغرض في إنتاج اللبن واللحوم لصغار مربي الصغار المربيين، وديت السلالات ثنائية الغرض بتناسب صغار المربين سواء في القيمة السعرية بتاعتها بتبقى 50-60% من السلالات المتخصصة في اللبن، بتبقى احتياجاتها الغذائية والرعائية تناسب صغار المربين وبتتأقلم مع ظروف والأجواء البيئية والمناخات المصرية. طبعا بيتم برضو عملية الحليب في ظروف أفضل، ويمكن كمان بيتم توزيع على بعض المربيين وبعض صغار المربيين مكن الحلب آلي أو نصف آلي على صغار المربيين. بيتم بعد كده نقل اللبن من مكان الحليب عند صغار المربيين إلى مراكز تجميل ألبان بشكل سريع وفي أوعية لا تتفاعل مع الألبان ولا تسبب لها أي ملوثات، ثم بيتم تبريد اللبن بشكل سريع، وهنا بنحصل على ألبان أفضل جودة سواء كان للاستخدام المباشر الطازج أو سواء كان للتصنيع أو سواء كان للتصنيع أو التصدير. كمان يمكن معالي وزير الزراعة بيوافق على إنشاء 10 مراكز وبالفعل تم إنشاء العديد منها كنموذج يحتذى به، وفي أماكن فيها العديد من صغار المربين ويتمركز فيها مشية الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، وتم بالفعل الحمد لله إنشاء هذه المراكز في سوهاج وأسيوط والمنيا والطور في جنوب سيناء، في كفر الشيخ، في البحيرة، في الفيوم، في الشرقية. طب لو جينا على المستوى الصغير مثلا، بعض الشباب من مشاهدينا سامعينا دلوقتي واستهواه الفكرة، يبدأ منين؟ وهل هي مثلا تكلفة بتاعة المركز الصغير اللي هيعمله على بداية طريقه أو شغله يعني ده تكلفته عالية ولا متاحة؟ لا خليني أقول لحضرتك، أو البداية إن بتنزل لجنة فنية متخصصة من وزارة الزراعة. طب هو المفترض عذر على المقاطعة، المفترض يبقى عنده إيه رقم واحد؟ عنده مثلا قطعة أرض ولا آلات معينة ولا؟ لا مش مطلوب منه أي حاجة خالص، بس مطلوب عنده مكان، يعني مكان. هيعمل مركز تجميل ألبان ده في مكان طبيعي. سواء كان يمتلكه سواء كان مأجره، والمكان مش كبير، يعني لو أول 120 متر بيبيع، لو شقة 120 متر من أول 120 بس في مكان مناسب، يعني طبعا. هتنزل له زي ما بقول لحضرتك لجنة متخصصة من فنيين متخصصين في الوزارة تمام. وبيشوفوا الوضع على الطبيعة وزي ما بنعمل في البيتيلو بالظبط. احنا يعني البروتوكول وآليات العمل اللي هي وزارة الزراعة مع البنك الممول مع الانتاج الحربي، احنا مش بنستثمر فلوس، احنا بنحافظ على ثروة حيوانية، بنحافظ على انتاج ألبان، بننمي ونهدف الى التنمية المستدامة. وبالتالي سواء كان بيتلو سواء كان مركز تجميع البيان سواء كان تحويل مزارع دواجن من مفتوحة لمغلقة، احنا الاول بنشوف المكان مناسب ولا تمام، بنشوف المكان الجدوى الاقتصادية من هذه الدراسة. بمعنى مركز تجميع البيان لازم يكون جنبي العديد من المربين اللي هم هيوردون، والكمية اللي هيوردوها تناسب الطاقة اللي انا هعملها في المركز. هل معمل مركز 5 طن ولا اعمله 50 طن ولا ما بين ذلك؟ ده يرجع لمشية اللبن الموجودة في المنطقة اللي اقدر اجيب منها. وجود مركز تجميع البان جنبي ولا لا؟ وهل هذا المكان بيحتاج لمركز تجميع البان ولا في مكان في عوامل الامن الحيوي افضل؟ كل دوت بيتم دراسته تماما، ثم بيتم دراسته كده من الدراسة من الناحية الفنية تمام. ثم بيتم دراسته ائتمانيا، ثم الانتاج الحربي بيورد والمتابعة مستمرة طبعا، وبياخد عليه القرض اللي حضرتك قلت عليه بمزاياه.
اللي هو 5%, 5% مع بيقعد لثمان سنين بالظبط مع الالات والمعدات والاجهزه اللي هي زي ما قلت لحضرتك جودتها اعلى وسعرها اقل وفتره ضمان اطول ل 20 سنه. من القطاعات المهمه جدا اللي هي بتفتح لنا باب على القاره السمراء افريقيا قطاع تنميه الثروه الحيوانيه واللي حضرتك بتتراسه. عايزين برضو نعرف احنا في بيننا لينك كده او خط تواصل مع افريقيا, بنستورد سلالات, بنستورد مثلا ماشيه معينه, بنورد, ازاي هيكون التواصل؟ وخصوصا الخبر الاخير اللي هو ربما يكون في استيراد لماعز البور, ده يعني وصلنا لحد فين في الناحيه دي؟ طب انا وازاي استفاد منه انا كمواطن او تاجر هنا موجود في مصر؟ يمكن كان قبل عيد الاضحى المبارك قبليه بحوالي شهر ونص تقريبا, كلف معالي وزير الزراعة اللجنه الاستيراديه المشكله بقرار دوله رئيس الوزراء رقم 2080 بدراسه الوضع الراهن ومتطلبات السوق والعمل على سد الفج. بالفعل يمكن اللجنه اجتمعت ووافقت على استيراد اعداد من الماشيه للذبيح الفوري من دوله السودان الشقيقه بالاضافه الى دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى, وبرضه وافقت على استيراد عدد من رؤوس الالمام منها برضه عدد من دوله السودان الشقيقه. انا هستاذنك بقى نطلع فاصل ونرجع نواصل لهذه النقطه الاكثر من مهمه, التواصل مع القاره السمراء افريقيا. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل في طريقي, استنونا. مشاهدينا بنجد بحضراتكم التحية مرة أخرى في طريقي, وطريق النهاردة زي ما قلنا ونكرر تاني في محراب العلم والعلماء بوجود ضيفي عقيم القامة دكتور طارق سليمان. قبل الفاصل كان بيطمننا أن التسهيلات والدولة دائما في ظهر المربين وخصوصا صغار المربين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر باب مفتوح تبع العريقة والعميقة وزارة الزراعة. وبنأكد تاني أن ضيفي موجود بخط سير موازي, يسأل عليه الصبح هتعرف هو فين, لأن هو عاشق للعمل الميداني, هذا العالم والباحث والقدير والموهوب والمحبوب دكتور طارق سليمان, مشرفنا في طريقي. أهلا بك دكتور كمان مرة. الله أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بكل. أنا مستمتع والله العظيم بأسلوبك والشياكة وطريقة العرض دي وحبك كده كمان أنك تأدي حاجة لحد, هو ده والله العمل الإنساني اللي باقي طبيعي, فربنا يكافئك خير إن شاء الله تعالى. تعالى نستثمر وجود حضرتك معايا ونتكلم على الحرارة اللي مش بين لها معالم كده. طب أهالينا بقى المربيين ممكن يعملوا إيه, وممكن القطاع يعني يفيدهم بإيه في الجو ده؟ طب هو يمكن حضرتك إحنا وزعنا نشرات لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية قبل الموجة الحارة, وإرشادات كاملة, وإحنا موجودين في غرف مركزية في الوزارة وطول بنستقبل أي شكوى متعلقة بكده. خلينا أقول برضو في البداية في أرقام واتساب للتواصل الإلكتروني والسريع 0155 8 6 2 أو 2 أو 2 تمام. ده خاص ب واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية, قطاع تنمية الثروة لأي شكوى أو أي ولا ده خاص أي مثلا مقترح أي لا تمام أوكي. تمام. طب خلينا بقى نقول في الأول إحنا لو النظام المزرعة بتاعتي كلوزد سيستم نظام مغلق أنا بس هستوثق وأتأكد من عمل الآلات وعمل المعدات كويس والصيانة. طيب لكن لو أنا شغال في نظام مفتوح في 11 12 نقطة أخلي بالي منها. أول حاجة المفروض ما زودش نسبة الرطوبة جوه العنبر وما أفرطش في استخدامي في المياه. تمام. باختصار حضرتك أنا عندي الحيوانات اللي بتتخلص من درجة, أو أقول النقطة دي باختصار وفي عجالة. درجة الحرارة القوانين الطبيعية إنها تنتقل من الجسم الأعلى للجسم الأقل. فبالتالي الجسم الأعلى اللي هو البيئة لما تبقى 43 ولا حاجة وجسم الحيوان أو الطائر 37 38 فالحرارة عمالة تنتقل بعدة طرق من البيئة للحيوان. فربنا سبحانه وتعالى حابة الكائن الحي بميزة تانية عكس قوانين الطبيعة, أن الحرارة تنتقل في اتجاه واحد من الجسم الأقل درجة للأعلى درجة. لا سبحان الله. يعني مني أنا اللي هو درجة حرارة 37 ممكن أنا أدي للبيئة اللي هي 45. بس إزاي الحيوانات كلها
والدواجن يا اما حاجه اسمها بانتر يا سويتر. باختصار بتتخلص من الحراره عن طريق العرق او النتح اللي بيخرج من البول. فعشان العرق يتبخر او عشان البخار الميه يطلع لازم تكون البيئه جاف. يبقى ده باختصار شديد بلاش اسراف في استخدام الميه عكس المفهوم انه يديله ميه كتير يعني او رطب عليه او يقعد يرش الحوائط والحاجات دي غلط. في مواد كتيرة مسجلها وزارة الزراعة ومعتمداها إضافات بيتم إضافاتها في المية بتقلل من الإجهاد والعبء الحراري. سواء كانت بتزود من سيولة الدم، لأن العبء الحراري دوت مع زيادة النهجان أصبح الدم حامضي نتيجة كمية غاز ثاني أكسيد الكربون اللي طالع في الزفير، فالدم الحامض ده بيكون لزج. الدم اللزج ده بيعمل تجلطات، بيعمل مشاكل فيه. فهنا في بعض المواد اللي وزارة الزراعة معتمداها وبسجلها بتقلل من الإجهاد الحراري. وبقول باختصار برضو، عارف الكربونات وحضرتك البيكربونات الصوديوم موجودة عند العطار اسمها كربونات، لما بحط منها نص جرام على اللتر ده بيعادل حموضة الدم، وده ضد الاجهاد الحراري. سهله وموجوده. فيتامين سي موجود سهل. صحيح. باي مسمى موجوده مسجل في وزاره الزراعه. الانسولين بيعمل لي سيوله في الدم. ما حاولش اغذي القطعان بتاعتي خلال فتره النهار الحر، لان التغذيه بتزود لي التمثيل الغذائي وبالتالي ينتج عنها طاقه وانبعاث للحراره. فاحاول التغذيه بتاعتي تبقى في درجات الحراره المعتدله. وسائل التبريد اللي انا بستخدم في العنابر والحظائر بتاعتي تبقى على مستوى مرتفع، سواء كان الدواجن او الحيوان، لان الهواء البارد تقيل في الوزن فينزل على الحيوان او الدواجن. عكس التدفئه، لما اجي ادفي المفروض الهواء السخن بيكون خفيف. بس كمان ده لمربي الدواجن لان النفق بتاعهم بيبقى كتير في الحراره. بالظبط. صحيح. ما امسكش الحيوان او الدواجن بشكل كتير، اتجنب الامساك بيه او الازعاج معاه، اقلل الاضاءه قدر الامكان علشان اقلل الحركه واقلل زي ما قلت لحضرتك عمليات التمثيل وعمليه الانبعاث الحراري. تجنب الحقن، ما احاولش احقن خلال فترات النهار الحاره. في خطا بيقع في العديد من المربين، هو بيشغل الشفاط. تشغيل الشفاط بدون تبريد بيعمل مشكله، لان هو الشفاط هيعمل هيسحب الهواء الخارج هيسحب الهواء اللي داخل ولازم يستبدله من بره. صحيح. الهواء اللي جوه العنبر اللي هو يتاقلم او درجه حرارته بقت اقل وتظبط، لما باجي اسحبه وبدخل هواء من بره بيكون درجه حرارته اعلى، فيبقى يمنع تماما ان انا اشغل الشفاط في الاجواء الحاره. عمليه نقل الطيور او الحيوانات، ما كدسش الطيور في الاقفاص، ما اعملش زحمه للحيوانات في العربيه، ما نقلش في الاوقات الحاره، ويمنع منعا باتا العربيه هي نقله، ما يقفش على كافتيريا ولا ما يقفش خالص، ان هو بينقل الحيوان بيجري بيه. طبعا بزود عدد السقيات اللي موجوده، وزي ما قلت لحضرتك ان في الاخر برضو اي حاجه لا قدر الله بيتم التواصل مع ارقام الواتساب اللي انا قلتها. هنقوله تاني اللي هو 0155 8626681، ده رقم الواتس بتاع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للتواصل، والعلماء موجودين في أي وقت جاهز الرد على كل الاستفسارات، يا إما الانتقال إذا لزم الأمر، يا إما الرد على طول بالتواصل. التواصل على طول. تمام. عايز أروح لمشروع اللي هو ترقيم الماشية، وصلنا لحد فين والهدف منه يعني في خطوط عريضة كده؟ لا، هو المتبني الموضوع ده أساسا الهيئة العامة للخدمات البيطرية. تمام. ولكن قطعت في شوط كبير فعلا جدا. ويمكن برضو الأول كان مفيش ترقيم، لكن دلوقتي الترقيم مختلف والحمد لله يعني نسبة كبيرة أو منه تم. القطاع عند حضرتك ممكن نقول مثلا في إجراءات تانية هتخص المربيين تحت دراسة أو دراسات معينة أو قرارات معينة حابين نبشر بها المربيين، وصلنا لحد فين؟ او يعني طيب خلينا نقول في طبعا احنا لما قلنا المشروع القومي للبيتيلو في التحسين الوراثي والاهتمام بالتحسين الوراثي، سواء كان على المدى القريب اللي هو استيراد سلالات متميزه في معدلات الاداء وفي الانتاج بتاعها، او على المدى البعيد والوصول الى تمصير للسلالات من خلال الخلط والتهجين ما بين السلالات الاجنبيه عاليه الانتاجيه والسلالات المحليه المتاقلمه مع ظروف والاجواء البيئيه المصريه ومقاومه للامراض.
دوت كله كان بيستلزموا حاجتين بالتوازن. الحاجة الأولى احنا قلنا تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، والحمد لله ديت شفنا قد إيه معدلات الترخيص. الحاجة الثانية اللي هي الرقابة الصارمة على صناعة الأعلاف وتداولها. يمكن كان زمان في ما يسمى بالمراقب الدائم جوه مصنع العلف. المراقب الدائم جوه مصنع العلف كان لا يؤتي بثمار، وكان ما بيحققش الهدف المرجو منه، لكن استبدلناه بالتفتيش والمرور المفاجئ. التفتيش والمرور المفاجئ على صناعة الأعلاف وتداولها بتبقى من خلال لجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ودوت معمل مرجعي دولي منوط بسحب العينات سواء كانت من المواد الخام اللي داخله في الصناعه او من المنتج النهائي، ومعانا شرطه البيئه والمسطحات ومديريات الزراعه المتخصصه. يمكن انا بيهمني الحصول على اعلاف طبقا لتسجيلات تحقق المواصفات القياسيه وتحقق اعلى معدلات اداء مسجله في وزاره الزراعه، وبيتم تصنيعها في مصانع مرخصه من وزاره الزراعه. أنا على المستوى الشخصي استمتعت، وكلام حضرتك اللي بيطمننا دايما على الثروة الحيوانية في مصر إحدى دعائم الأمن الغذائي المصري، والله تحياتي لشخصك الكريم، وإن شاء الله ربنا يكتب لك النجاح حضرتك وكل السواعد الموجودة المحترمة داخل هذا القطاع، وكله راجع لي أنا كمواطن مستهلك، وكله بيصب في مصلحة العريقة والعميقة مصرنا الحبيبة. تحياتي ليك يا دكتور. شكرا لكل السادة المشاهدين وحضرتك، كل التحية والتقدير. وحضرتك بخير دايما. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة، وخدنا جرعة ثقافة وطنية من هذا العالم الجليل، ربنا يكتب له إن شاء الله تعالى النجاح، وزي ما قلت طمنا كده وادانا توصيات خصوصا للجو المتكهرب دلوقتي اللي هي الحرارة، يا ريت أكيد إلزامية ناخد بيها إن شاء الله، ربنا يكافئ كل واحد صاحب نقطة عرق تنزل في أرضنا الحبيبة أو مربي دايما بيراعي مصلحته وترجع للأم والعريقة الحبيبة مصرنا إن شاء الله. الشكر موصول للكاتب الصحفي في مدحت محيدي رئيس تحرير برنامج، نشوفكم إن شاء الله في يوم جديد في أدب وسياسة وفن ورياضة وزراعة، في أمان الله.